ما شفنا جندي امريكي انقتل. خلي طيب، ما شفنا جندي امريكي انسحب. طيب خليني انا اسال الاستاذ نجاح واعطيك حق الرد. استاذ نجاح، وسط النصر اللي يتحدث عنه الاطار التنسيقي، هسه الفصائل ما اكلت الطعم، وتعرف ماكو جدوله، وتعرف ماكو انسحاب امريكي. البنتاغون يتحدث عن انه اللجنه العراقيه الامريكيه اللي فرحانة بها وزارة الخارجية، وفرحان بها الإطار التنسيقي، وفرحانة بها الحكومة، وفرحان به فرحانين بمدونين الإطار، لم ولن تناقش الانسحاب الأمريكي من العراق. وهذا معناه أن القصف مستمر، وهذا معناه أن الرد الأمريكي أيضا مستمر. يعني لا أبو علي ولا مسحاته، كل شيء ما سوينا. أولا يعني أعذرني، أنا ما أحب أن أدخل في مساجلة، لكن ما يتحدث به بغض النظر يعني ليس تأييدا أو رفضا أو لما قيل بين السيد المالكي والسفيرة الأمريكية بالضبط. يعني يقول شيخ ثائر قلت لهم أنه تعبنا من هراءكم، هذا نقلا على الشيخ ثائر البياتي. أيوه، السفيرة الأمريكية هي اللي قايلة هيك للسيد المالكي. أي لأن هو الشيخ ثائر العزيز هو أمين سر السفيرة، هي تسره بما تقول لهؤلاء، فهو عنده مصدر وياهم يعني. أما هو أبو ثائر الشيخ ثائر أما مع الأمريكان أو مع الإطار والإيرانيين أكو غيرها، فهذا الحديث طبعا يعني أنا أستاذ صحيح. نجاح أستاذ نجاح، إحنا دا نتحدث بالسياسة، مريد شخصنا لطفا مو شخصنا لطفاً. يعني لطفاً. أنت من وين الأخبار لطفا يا استاذ نجاح، انت رجل عراقي، انت رجل عراقي، تحدث بعراقيتك، حتى لو كنت ضدي تحدث بحيادية، لان ننقل للمشاهد ما يحب يسمع الحقائق. طيب بس طيب لطفا اطلع من التشخيص، لان انا اذا اريد اتحدث من خلال القانون والدستور، انا اتحدث من خلال القانون والدستور والاتفاقيات. السفيرة الامريكية انا ما قاعد وياها، اللي قاعده وياها قاده الاطار، انا ما شايف السفيره الامريكيه. طيب خلي يرد تفضل استاذ نجاح. اي خالف، عندما انا من ذكرت وقلت الامريكان لا ينوون الخروج، نقلت لك مصدر، قلت البنتاغون يقول ذلك. انت من تنقل عن السفيره اعطينا المصدر، مو قالت وين نشر وين قيل هذا الكلام. سنور المالكي على راسي. سنور المالكي سألت نور المالكي وقال لي ايه مو هذا اللي قاله. ايش قال لك استاذ نجاح؟ نور المالكي استاذ نجاح ايش قال لك سيد المالكي؟ لهذا اقول لك لا، بعكس هذا الكلام تماما. يعني الامريكان ارادوا من الاخوه في الاطار وخصوصا السيد نور المالكي ان يوفروا لهم اجواء الانسحاب الامن، بدلا من ان يدخلوا في صراع، وبدلا من ان يظهروا بصوره المنكسر. والا هذا يعني هراء ما هراء، صدقني طلعها بالشلاليك. الله صدقني. الله الله صدقني استاذ نجاح، بس اريد لطفا يا حبيبي الله يحفظك، لطفا بس سؤال، هل تصريح السيد نور المالكي بلقائه مع الرئيس كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، عن إخراج القوات الأمريكية صحيح؟ كان اللقاء وتحدث وياه بهذا الأسلوب؟ هذا مسجل، دير بالك. ما عندي اطلاع. لا هذا مسجل فيديو، السيد نور المالكي يتحدث عن إخراج القوات الأمريكية، وحتى الرئيس الكوري سأله قال له شلون طلعتوهم، احنا صار لنا 50 سنة نريد نطلعهم ما نقدر. يعني هذا مو موضوعنا، خلي بس يجاوب. لا موضوعنا من اشوفه اعلق عليه، بس المهم بس احنا يعني نغرق بتفاصيل ما لها داعي. وزاره الخارجيه يعني لماذا السفيره سلمت هاي مفردات ما لازم نضيع بيها؟ ليش السفيره سلمت الوزير؟ هذا العرف الدبلوماسي، هي تسلمها الرساله للوزير. بس تعال قل لي، اولا موضوع جدوله الانسحاب لم يتحدث أحد عن جدولة الانسحاب، خاصة العراقيين ما حد قالك جدول الانسحاب. والكارثة أن الأمريكان في صحافتهم يعني The Military Times، صحيفة أمريكية متخصصة بالجيش،
تقول السوداني يرغب بانسحاب القوات الأمريكية لكن لا حديث عن الجدل. هذا الذي الآن طرح في رسالة السفيرة وإيجاد جدولة، أنا نعم أتفق معك أنه الجدولة طويلة مباشر راح ينسحبون، وحتى موضوع اللجان هم جيب ليل وخذ عتابه. بس أقول لك الإدارة الأمريكية في سنة انتخابية، وهذا سلاح ذو حدين، أما أن تقدم تنازلات أو تمارس الشدة كما فعل ترامب آنذاك وقتل، وكما يفعل الآن، يعني هاي المؤشرات الآن هو بايدن قاعد يزاوج ما بين إظهار الشدة ويقصف بكيفه ويطلق طائرات. خلي الحكومة العراقية تجي تنفي ما أقول، طائرات أمريكية تجوب الأجواء العراقية 24 ساعة في 7 أيام وجاهزة لأي هدف وبكيفه. يعني ما عندنا سيادة، حتى ما عندنا سيادة. نعم ما عندنا سيادة.